الجمعه بضم الميم وكذلك الجمعه باسكان الميم ويقال الجمعه بالفتح ايضا ولكن الاشهر الضم والذين ذكروا الفتح قالوا انها مثل همزه ضحكه والمقصود انها تجمع الناس جمعه وفي التنزيل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه وسميت الجمعه جمعه لانها مشتقه من الجمع فان اهل الاسلام يجتمعون في هذا اليوم في كل اسبوع مره في المعابد الكبار